الشيطان الرجيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحوني واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم
ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هديه واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد يقول الله جل وعلا نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم والآية هنا جمعت بين مقامي الخوف بين مقامي الرجاء والخوف وهما مطية العبد إلى الله عز وجل كما أثنى الله عز وجل على زكريا وآل بيته فقال عز وجل إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والجمع بين المقامين هو من أسلم مقامات العبد لأن الرجاء يحمل على يعني التعلق بما عند الله عز وجل من السعة ومن الرحمة وكذلك الخوف يحمل على ملازمة التقوى ومجانبة ما نهى الله تعالى عنه ونبئهم عن ضيف إبراهيم وكذلك أخبرهم والنبأ هو الخبر الذي له أهمية ونبئهم عن ضيف إبراهيم وضيف إبراهيم الضيف يطلق على الواحد وعلى غير الواحد يعني اسم يطلق على الواحد وعلى الجماعة فالواحد يسمى ضيفا والجماعة تسمى ضيفا كالزور يعني جمع زائر وكالسفر جمع سافر مثل صحب جمع صاحب والسفر هو الذي بدأ في السفر أو شرع في السفر إذا قوله ونبئهم عن ضيف إبراهيم وهم الملائكة الذين جاءوا مروا بالخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم وذكر الله عز وجل هنا طرفا من قصتهم كما ذكر الله جل وعلا طرفا في سورة هود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيف قصة ذكرت كذلك مرت علينا في سورة هود وهنا يقول الله جل وعلا ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قال إنا منكم وجلون جمع وجل والوجل هو الخائف وسبب خوف إبراهيم عليه الصلاة والسلام منهم أنه ما ذكر الله جل وعلا في هود فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط هذه في سورة هود هنا لما قال لهم إنا منكم وجلون يعني حين رأى أيدي الملائكة لتصل إلى الطعام الذي يعني أمامهم فلذلك قال لهم إنا منكم وجلون قالوا لا توجل يعني قالوا لا توجل يعني لا تخف إنا نبشرك بغلام عليم والجمع هنا الآية هنا جمعت متفرقة كلام الملائكة يعني الآية هنا يعني لم يكن هذا في سياق واحد لماذا؟ لأن احنا مر علينا في سورة هود فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق قالوا لو توجل إنا نبشرك بغلام عليم الآية هنا جمعت بين موقفين
يعني نهاية لما قال لهم إن قال إن منكم مجنون قالوا لا توجل، وهذا هو نهاية الكلام. وقول إن نبشرك بغلام عليم في سياق آخر لما حضرت امرأته، نعم، فبشروها وبشروا كذلك. وفي هذا في هنا في هذه السورة إن نبشرك بغلام عليم، وفي سورة هود وقعت البشارة لامرأته وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. إذن البشارة وقعت لإبراهيم للخليل عليه الصلاة والسلام كما هنا في هذه الآية إن نبشرك بغلام عليم، وقعت البشارة في هود، ذكرت البشارة لامرأته في هود. فإما يعني أدى البشارتين في وقت واحد أو أنهما في وقتين متقاربين، فذكرت البشارة لهما. وقول الملائكة إن نبشرك بغلام عليم، وهذا الغلام العليم هو إسحاق لقول الله عز وجل في سورة هود فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وقول هنا إن نبشرك بالغلام العليم يعني عليم بالشريعة، ومعنى كون عليما بالشريعة يعني نبيا، ولذلك وقع التصريح بذلك في الصفات فبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، إذن وقع التصريح بذلك. وهنا أشير إليه بقوله فبشرناه إن نبشرك بغلام من عليم. ولو تذكرون أننا ذكرنا في هود أنه لما وقعت البشارة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ويولد ويعني يولد له ولا يولد له غلام آخر يولد لإسحاق يعقوب، ذكرنا أنه لا يمكن أن يكون الذبيح هو إسحاق، لأن الله جل وعلا بشره بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فكان هذا من أدل الأدلة على أن الذبيح ليس إسحاق عليه السلام وإنما هو إسماعيل عليه السلام، وهو الغلام الحليم الذي بشره الله عز وجل به في الصفات، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إذن البشارة وقعت في الصفات فبشرناه بغلام حليم وهو إسماعيل عليه الصلاة والسلام وهو الذبيح، وهذا هو قول يعني جماهير المفسرين، هو قول الصحيح. والقول بأن إسحاق هو الذبيح قول غير صائب، الأدلة تدل على خلافه. قالوا لا توجل إن نبشرك بغلام عليم. وطبعا الغلام في اللغة له إطلاقات، فالغلام بيطلق على العبد، ومنه يعني غلام المغيرة والذي قتل عمر، قال فمن قتلني؟ انظر قال غلام المغيرة، فالغلام يطلق على العبد ويطلق على الصبي دون البلوغ كما هو المراد هنا، ويطلق كذلك على الرجل البالغ. ومنه قول علي رضي الله عنه يوم النهروان أنا الغلام القرشي المؤتمن أبو حسين فعلما والحسن، أنا الغلام القرشي المؤتمن أبو حسين فعلما والحسن. فقول الشاهد قول علي رضي الله عنه أنا الغلام القرشي المؤتمن، وكان يعني خليفة، فالغلام كذلك يطلق له إطلاقات، لكن المراد هنا هو الصبي، يعني الغلام له ثلاث إطلاقات، يطلق على العبد ويطلق على الصبي دون البلوغ فيطلق عليه غلاما، يطلق كذلك على الرجل البالغ كما سمعنا من البيت الذي أنشده علي رضي الله تعالى عنه. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون. وطبعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما قال الله جل وعلا في سورة إبراهيم كذلك، فقال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، فرزق الولد على كبر. وهنا يقول أبشرتموني، الاستفهام هنا للتعجيب وليس للإنكار، يعني لم يكن مستنكرا وإنما كان متعجبا كما تعجبت امرأته فصكت وجهها
وقالت عجوز عقيم. حين تعجبت يعني من ذلك قال أما شرطموني على أما السني الكبر، وهذا الاستفهام للتعجيب، وأكد هذا التعجيب فبما تبشرون، أراد أن يتحقق من البشرى لأنها عجيبة. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. بشرناك بالحق، بالحق الثابت المقضي الذي يعني أخبرناك به، وقوله بشرناك بالحق المقصود بالخبر الحق، فحذف الموصوف وبقيت الصفة. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، وهذا من الأدب الذي خطبوا به، يعني لا تكن في زمرة القانطين. طبعا هم يعني لم يتهمون، بيقول لي يعني فلا تدخل، فلا تكن من القانطين، يعني لا تدخل في زمرة القانطين، لأن مقام النبوة الذي مقام نبوته عليه الصلاة والسلام هي مقام رفيع، فنهوه عن ذلك. لذلك هو فأجابهم قائلا قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فهذا هذه الإجابة من الخليل عليه الصلاة والسلام دلالة على أن استفهامه للتعجيب وليس يأسا من رحمة الله أو قنوتا من رحمة الله جل وعلا. وكل من القنوط واليأس منهي عنه، لكن اليأس أشد. ولذلك لما ذكر اليأس في يوسف، يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فالإياس من رحمة الله أشد من القنوط. لذلك صرح بأن الإياس من رحمة الله مسلك من مسالك الكافرين. وهنا يقول ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، الذين لا يعلم، ممن ضل عن يعني عن معرفة الله سبحانه وتعالى وجميل رحمته وسعة جوده وكرمه سبحانه وتعالى. إذن هذا الكلام من الخليل عليه الصلاة والسلام يؤكد أن استفهامه قال أبشرتموني على أما السني الكبر فيما تبشرون، المقصود هذا هو استفهامه للتعجيب وليس للإنكار. مقام نبوته يعني رفيع، لا يستنكر على الله جل وعلا شيئا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال فما خطبكم أيها المرسلون، فما خطبكم أيها المرسلون، أيها النفر من الملائكة. قالوا إن أرسلنا في هود، قالوا إن أرسلنا إلى قوم لوط. هنا يقول فما خطبكم أيها المرسلون، والخطب بمعنى الشأن وبمعنى الأمر. قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين، والقوم المجرمون هم قوم لوط بدلالة ما بعده إلا آل لوط. فاستثناء آل لوط منهم دلالة على أن قوم مجرمين هم قوم لوط، كما صرح بذلك في هود قالوا إنا أرسلنا إلى قوم لوط. والقوم المجرمين والقوم المجرمون هم الذين يفعلون الجرم، وأعظم جرم هو استحلالهم للفواحش، وهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. وذكرنا أن الله سبحانه وتعالى لم يذكر في جميع سور القرآن لم يذكر شركا عن قوم لوط بمعنى عبادة غير الله سبحانه وتعالى أبدا، ما لم يذكر عن الله جل وعلا، وإنما ذكر كفرهم من باب استحلال الفواحش. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول مبين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. وكذلك في جميع سور القرآن لم يذكر الله جل وعلا عنهم شركا بمعنى عبادة غير الله، وإنما كفر هؤلاء كان من استحلال الفواحش، استحلال ما حرم الله سبحانه وتعالى، وكفر بالله أيضا، لأنه كفر أنواع، كفر الجحود، كفر الاستحلال، كفر العبادة، عبادة غير الله جل وعلا، كفر الإباء والاستكبار، هذه كلها أنواع من الكفر ككفر إبليس، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين.
وقوم لوط قريتهم هي قرية سدوم كما ذكر المفسرون وذكر أهل التواريخ، وقرية سدوم في فلسطين. إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين، واستثنوا من ذلك آل لوط كما قال جل وعلا في الزاريات فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، بيت واحد هو اللي كان من المسلمين، والقرية بتمامها كلها كانت على الكفر بالله واستحلال الفواحش. إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. وقدرنا قراءتان، قدرنا وقدرنا وهما لغتان، نعم وهما يعني لغتان. إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين من الهالكين الزاهمين. طبعا هذه الآية هنا حجة لجواز الاستثناء من الاستثناء، لأن الله جل وعلا استثنى آل لوط، قالوا إنا وصلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته، فاستثنى من إيه؟ يعني في الآية حجة لجواز الاستثناء من الاستثناء، خلافا لمن ذهب إلى منع ذلك، والآية حجة على هذا. إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. وامرأة لوط كما ذكر الله جل وعلا يعني ضرب بها المثل في الكفر، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما. والخيانة هنا خيانة في الدين، إذ الأولى امرأة نوح كانت تستهزئ يعني رسول الله نوح عليه الصلاة والسلام، وهذه المرأة كانت دلت أهل القرية على الأضياف، فلذلك ضرب بهم المثل في الكفر بالله سبحانه وتعالى. وهذا من الأمور العجيبة التي تحتاج إلى تأمل وإلى تدبر، يعني سبحان الله. ولذلك ختمت سورة التحريم التي كان فيها بدايات تحذير لزوجات النبي صلوات الله وسلامه عليه، ختمت سورة التحريم بمثلين عظيمين، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين امنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعملي ونجيني من القوم الظالمين. سبحان الله، فعجب لمرأتين يعني تحت أنبياء من أنبياء الله جل وعلا وكفرتا بالله، ومرأة تحت أكبر طاغوت في الأرض يدعي الربوبية والألوهية معا ولم يدعي أحد قبله ولا بعده، ومع ذلك يكسبه الله جل وعلا في امرأة ضعيفة، وضرب بها المثل في أهل الجنة. قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعملي ونجيني من القوم الظالمين. وهذا يدل على كمال القدرة وعز الربوبية وذل العبودية. عز الربوبية الله جل وعلا هو الذي يتصرف في الخلق سبحانه وتعالى، وذل العبودية ذل العبد مهما على ليس لك من الأمر شيء. فهؤلاء أنبياء وعندهم نساء، ونبيان من أنبياء الله لم يستطيع يعني حيال زوجة يعني زوجتيهما شيئا، وهذه المرأة التي تحت هذا الفرعون هداها الله سبحانه وتعالى وكسر بها هذا الفرعون. فعجب لي يعني أثار قدرة الله جل وعلا في الأرض، وأنه لا يملك أحد لأحد شيئا. إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. طبعا القصة صارت، وانصرف النفر من الملائكة من عند إبراهيم عليه الصلاة والسلام وذهبوا حتى وصلوا إلى قوم لوط. فهنا إجاز بالحذف، لأن الله جل وعلا يقول فلما جاء آل لوط المرسلون، ولما هنا حينية أي حين جاء آل لوط المرسلون
إذا حدث هنا إيجاز بالحذف بقية القصة حتى وصلوا إلى نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام. قوله فلما جاء آل لوط المرسلون، المجيء آل لوط يعني معناه أنهم نزلوا عليه في بيته، ولذلك ذكر الله جل فلما جاء آل لوط يبقى نزلوا عليه في بيته. طبعا وهؤلاء كانوا على صفة عجيبة وعجم لتقدير الله سبحانه وتعالى، فالقرية كلها كانت على قرية بتمامها، يعني فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين كانوا يستحلون الفواحش، فيرسل إليهم ملائكة على أعظم ما يكون من حسن الوجوه ومن جمالها ومن طيبها. ولذلك لما رآهم لوط عليه الصلاة والسلام كربا يعني شديدا وضاق بهم زرعا، نعم، كما ذكر الله جل وعلا في سورة هود ولما وفي غيرها من الصور، ولما جاءت رسلنا لوطا يعني فرآهم سيئ بهم وضاق بهم زرعا وقال هذا يوم عصيب، يوم شديد. ولما رأى وجوههم ويعلم خبث وسوء ما عليه القوم، وكذلك ذكر هي في العنكبوت ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم زرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إن منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. إذن فلما جاء آل لوط المرسلون سيئ بهم، اشتد ضيقه وضاق بهم زرعا وعلم أن اليوم سيكون يوما عصيبا. وحين رأهم أشكالهم ليست من الأشكال القبائل التي تمر بهذا المكان، مثل هذه الأشكال العجيبة لم يرى مثلها، لذلك قال إنكم قوم منكرون، يعني منكرون يعني غير معروفين، يعني لم يمر به أحد مثل أمثال هؤلاء ولم يكن يعلم بأنهم ملائكة. علمنا ما حدث، نعم، قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، وهو العذاب الذي كان يعني يمترون فيه قومه. والامتراء كما مر علينا، ما هو الامتراء محمد الامتراء هو ايه؟ الشك في شيء لا يشك فيه فيسمى امتراء، ولذلك هنا صيغة الافتعال صيغة فيها تكلف، ها؟ افتعال تكلف، لأنهم يشكون في شيء لا شبهة فيه، لذلك قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، كانوا يستهزئون بهذا العذاب وكانوا يستبعدون حصوله وكانوا يشكون فيه، وأتيناك بالحق، أكدوا له ذلك بالحق يعني بالخبر الحق، وإنا لصادقون، أكدوا له هذا الخبر أنهم جاءوا بالعذاب الذي سيستأصل الله جل وعلا به شأفة هؤلاء المجرمين. طيب، وطبعا هنا في إيجاز هنا أيضا بالحذف، لأن حدث هنا يعني قال إنكم قوم منكرون، قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. وفي سورة هود أن هذه المحاورة علمها أخبروه بعد ما إيه؟ بعد السجال وبعد الصراع الذي دار بينه وبين قومه، لأنه في سورة هود ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم زرعا وقال هذا يوم عصيب، وقال هذا يوم عصيب، وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد، قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد، قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. إذن هنا اكتفي هنا بخطاب الملائكة، لكن هذا الكلام كان بعد ما يعني ذكر ما حدث، وهذه عظمة القرآن أنه أن لذلك القصص لا يتكرر في القرآن، كل مرة تذكر فيها قصة يعني يوجه النظر والتأمل والعبرة
لموقف معين في هذه القصة، وإلا في مسألة تكرار القصة القصص في القرآن القصص تكرر، لكن تكرر كيف في كل مرة يذكر فيها أحداثا ويعني أمورا يكون هناك فيها معتبر. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق بالخبر الحق وإنا لصادقون، يعني أكدوا لهم وإنا لصادقون فيما أخبرناك من إنجائك وأهلك وهلاك القوم الكافرين. فأسري بأهلك بقطع من الليل، فأسري يعني من يعني السورة، والسورة هو السير بالليل. فأسر بأهلك يعني أن يعني أخرج بأهلك بقطع من الليل، والقطع من الليل هو الجزء الأخير من الليل بكسر القاف وسكون الطاء، فالقطع من الليل هو الجزء الأخير من الليل. فأسر بأهلك بقطع من الليل هو الجزء الأخير من الليل، واتبع أدبارهم، واتبع أدبارهم يعني كن أنت آخر واحد يمشي خلفهم حتى يكونوا أمانا لهم من العذاب، واتبع أدبارهم حتى يكون نبي الله لوط هو آخر شيء فيهم فيكون أمانا لهم من العذاب. وهذه فيها يعني من تكريم ورفعة، أن الله جل وعلا جعل لوط عليه السلام أمانا لهم من العذاب، لذلك قال له واتبع أدبارهم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صار مع يعني أصحابه صار خلفهم يعين الضعيف ويوجه المنقطع ونحو ذلك، وهذا مما تعلمه الكبير والأمير. لكن هنا في هذه القصة واتبع أدبارهم حتى يكون أمانا لهم من العذاب، وفي هذا تنويه بمكانة نبي الله لوط وشرفه عند الله سبحانه وتعالى، أن الله جل وعلا قال له خليه آخر واحد حتى يكون أمانا لهم من العذاب، طول ما هو يفصل بينهم وبين العذاب يبقى العذاب لن يصلهم. وطبعا أمروه بالإخراج، لماذا؟ لأن الله جل وعلا لم يكن من عادته سبحانه وتعالى أن يهلك قوما وفيهم نبيهم، ودل على ذلك قوله تعالى وما كان الله ليعذبه وأنت فيه، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إذن وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، لأن هذه عادة الله سبحانه وتعالى لابد يخرج. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد، لأن طبعا وهم سائرون سيسمعون الصيحة من السماء وهي صوت القاصف الواعد، صوت القاصف الذي يقطع الله به نياط قلوبهم، لذلك نهوه عن الالتفات ولا يلتفت منكم أحد. وفي هود إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب، ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. وفيه دلالة على أن الله جل وعلا سيلهمه المكان الذي ينبغي أن يصل إليه، وامضوا حيث تؤمرون. وقضينا إليه ذلك الأمر، وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر، قضينا معنى أوحينا إليه، أوحى الله عز وجل إلى لوط، وهذا هو معنى القضاء هنا. وقضينا إليه ذلك الأمر، والأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. وقوله والتعبير أن دابر هؤلاء، الدابر هو مؤخرة الإنسان، والمقصود هنا أن دابر هؤلاء مقطوع، أن العذاب هنا سيكون عذابا مستأصلا يستأصل أوائلهم وأواخرهم، نسأل الله السلامة والعافية. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. وجاء أهل المدينة يستبشرون، وهنا مجيء أهل المدينة يستبشرون، وصورة مجيئهم جاءت في سورة هود، وجاءه قومه يهرعون إليه، يعني يتسابقون في الوصول إليه حين علموا بخبر الأضياف. ويستبشرون بالأضياف طمعا فيهم، وهكذا النفوس الخبيثة المجرمة تستبشر بالمعاصي والفجور
أما النفوس المؤمنة التقية فهي تفر وتنفر من المعاصي. يوسف عليه السلام واستبق الباب فر من المكان. النفوس الأبية، النفوس الكريمة، النفس الشريفة تنفر من المعاصي ومن أسباب الفجور، لكن النفوس الخبيثة التي تعيش في الدياسة فإنها تستبشر بالفجور وبالفواحش. وإنك لتعجب كم بين استبشار القوم بالفواحش واستحلالهم ما حرم الله وبين هلاك القوم. كم كان ظلمة الليل، إن موعدهم الصبح أليس الصبح. فتتعجب لو كان هؤلاء كان يستدرجهم الله سبحانه وتعالى، هل كانوا يعلمون ان موعد يعني ان دابرهم يعني سيستأصلهم الله جل وعلا في الصباح؟ وما ولذلك قالوا أليس الصبح بقريب، لعله استعجل لهم فقالوا أليس الصبح بقريب يعني الآن. قال له ما هناك الموعد، تلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. ليت الذين يعني يستبشرون بما حرم الله وينشرون الفواحش ويسعون ويتدنسون فيها، ليتهم يتعلمون من هذا، وأنهم على خطر عظيم، على خطر الاستئصال كما استأصل الله جل وعلا يعني من كان على شاكلتهم. وجاء أهل المدينة يستبشرون بالأضياف طمعا فيه، قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحوا. من عادة العرب أنهم كانوا يتعيرون بإهانة الضيف، وإهانة الضيف فيه مذلة للمضيف، فهذا كان من الفضيحة. والفضيحة والفتح والفضيحة معناه شهرة الأمر الشنيع، والأمر الشنيع هو إهانة الأضياف. إذن هو ذكرهم أولا بماذا؟ ذكرهم بالوازع العرفي، في عرف منهم هؤلاء أضيافي. نعم. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحوهم، لا تتعرضوا لهم بأي إهانة، لأن هذه مذلة للمضيف، والعرب كانوا يتعيرون بذلك. ذكرهم أولا بالوازع العرفي، يعني لأنه يعلم بأنهم كفار فذكرهم بأعراف الناس، وهذه أعراف معتبرة، يعني ليس كل عرف بيهدر أبدا، هناك أعراف احترمتها الشريعة، منها من ذلك عدم إهانة الضيف، لأن إهانة الضيف مذلة للمضيف. واتقوا الله ولا تخزون، ثم بعد ذلك عقب خوفهم بالله سبحانه وتعالى حتى يكون قد أعذر إليهم، فخوفهم بالله سبحانه وتعالى. لم يبدأ معهم بالله، لم يقل لهم اتقوا الله أولا، لا، ما هو يعلم بأنهم كفار ويستحلون الفواحش، لكن ذكرهم أولا بالوازع الديني الذي، ولذلك قال لهم أليس منكم رجل رشيد؟ ولا واحد من القوم رشيد يفكر يتأمل في هذا. واتقوا الله ولا تخزون، والخزي بمعنى الذل وبمعنى الإهانة. قالوا أولم ننهك عن العالمين، بسخافة عقولهم وقبحهم وشقحهم، قالوا أولم ننهك عن العالمين، يعني ألم ننهك عن لقاء أحد من الناس، أو قالوا أولم ننهك عن العالمين، كيف تستضيف هؤلاء وإحنا نهيناك أن أنت لا تجلس مع أحد، لأنه كان دائما يذكرهم بما هم عليه من الفجور. قالوا أولم ننهك عن العالمين، لأنهم كانوا يصدون الناس عن إيه؟ عنه وعن دعوته. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، وإحنا ذكرنا هؤلاء بناتي أن العلماء هنا لهم أن من
من التوجيهات التي اعتبرها الحافظ ابن كثير وغيره، هؤلاء بناتي، المقصود بذلك هو نساء القرية، لأن يعني النبي هو أب يعني للرجال وللنساء، ولذلك جعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، وهذا هو الذي اعتمده جمهور المفسرين. بس هيشكل على هذا، هيشكل على هذا كما ذكر الشنقيطي في أضواء البيان، هيشكل على هذا أن هؤلاء النساء، أن كل قرية كانت مؤمنة ولا كانت كافرة، فما وجد، قالوا فخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فهيشكل على هذا أن النساء هؤلاء كنا كافرات، فكيف يكونوا أبا لهم؟ ولكن القول الذي اعتمد، إذا هذا القول الذي اعتمده جمهور المفسرين، لكن في إشكال هنا أن بأن هؤلاء النسوة كنا كافرين، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني وأزواجه أمهاتهم، أمهات لمن؟ أمهات المؤمنين. لكن على كل حال القول الذي اختاره يعني القول الذي اختاره جمهور المفسرين، البعض يقول أنه عرض عليهم أن يزوجهم بناته طبعا، ولكن حيشكل أيضا على هذا القول أنه يزوجهم، يزوج كم واحد، يزوج يعني رؤساء الناس يعني بناته يعني والناس والقرية كلها مجتمعة. إذا القول الأول هو القول الذي اختاره جماهير المفسرين. طبعا كتب أهل الكتاب الكتب هذه كتب أهل الكتاب طبعا معلوم نفاسة اليهود على الأنبياء، وأنهم ما سلم من يعني من أذاهم نبي من أنبياء الله عز وجل. ففي كتب أهل الكتاب من الكذب والضلال أنه دعا قومه إلى الفحش، تعالى الله عن يعني حشاه وكلم، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لكن هذه كتب المجرمة، كتب يعني كلها محرفة. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، يعني هو هيدفع عن البنيان، يدفع عن 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 الأضياف بما يقوله هؤلاء السفهاء، اللهم المستعان. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، والبنات هنا هم نساء أهل القرية، فدعاهم إلى الفطر لأنهم دنسوا الفطر. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. والجملة دي جملة اعتراضية هنا، لأن الإجابة هم أجابوا بقوله قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد، هي من الأضياف. وقول هنا لعمرك، هنا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والعمر لغة، والعمر لغة في العمر، يعني هناك عمر وعمر، والذي يستخدم في القسم هو العمر لأنه خفيف في القسم، والكسر الدوران قسم في الكلام، فاللام هنا لام قسم لعمرك، والخبر محذوف وجوبا تقدير قسمي، يبقى عمر هنا يعني مبتدأ، والخبر محذوف وجوبا تقدير قسمي، والتقدير لعمرك قسمي، والعمر بمعنى الحياة لعمرك. إذن أقسم الله جل وعلا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يروي الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى بسند حسن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال ما خلق الله وما ذرأ ولا برأ نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، وما سمعت الله أقسم بحياة أحد إلا وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيري. قال الله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. والسكرة كل واحد عايز ينام يوم بتوضأ، كل واحد يعني يجد من نفسه النوم يعني يتوضأ، أول ما تغير المكان إن شاء الله وتوضأ تجد نفسك عنده، لكن واحد يستسلم للنوم يبقى هو ما حيواصل إلى النهاية. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. والسكرة وهي الدهشة والتي تسبق
هي الأخذ، وهي اللحظات التي قبيل الهلاك العام، وكان هنا في سكرة المعاصي وسكرة الفجور، يعمهون يتحيرون ويترددون. العمى بمعنى الحيرة وبمعنى التردد. العمر كأنهم لفي سكرتهم يعمهون. كيف انطمست بصائر هؤلاء فجاءوا بحدهم وحديدهم لفعل هذه الفواحش؟ والقسم هنا يراد به التعجيب، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. والسكرة التي هم فيها هي سكرة الفجور، سكرة المعاصي، النشوة التي كانوا فيها بسبب الفواحش التي يستحلوها. يعمهون يتحيرون. فأخذتهم الصيحة مشرقين. طبعا العذاب كان موعده الصبح، يعني طلوع أول طلوع الشمس، لذلك يقول فأخذتهم الصيحة مشرقين مع أول طلوع الشمس العذاب. فأخذتهم الصيحة، وأول العذاب صيحة، الصوت القاصف الذي سيقطع الله به نياط، يعني صوت يسمعونه يقتلهم مع رفع قيتهم إلى عنان السماء. فأخذتهم الصيحة مشرقين، صلى الله عليه وسلم على فيه. ولذلك أمرهم هو فأسر بأهلك بقطع من الليل حتى يكون قد ابتعد عن القرية بمسافة كافية. فأخذتهم الصيحة مشرقين مع أول طلوع الشمس. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. رفعت القرية إلى عنان السماء، ويعني قلبت، وأتبعها الله عز وجل بحجارة من سجيل. السجيل الطين الشديد الصلابة، إذا نزلت على أحد لم تبق منه شيئا. وأمطرنا عليهم مطر العذاب، وامطرنا عليهم حجارة من سجيل. إن في ذلك لآيات للمتوسمين. إن في ذلك، في حلول العذاب بهؤلاء المجرمين على هذه الصفة، ونجاة نبي الله لوط عليه السلام ومعه آل بيته إلا مرأته، في ذلك لآيات للمتوسمين، أصحاب التوسم. وأصحاب التوسم هم الذين ينظرون في السماء والعلامة، يعني ولذلك جاءت التفسيرات للمتأملين، للمعتبرين، للناظرين، وكلها أقوال متقاربة، كلها أقوال متقاربة. وإن في ذلك لآيات للمتوسمين، لأن في هذا في عبرة عظيمة. كيف استدرج الله عز وجل هؤلاء المجرمين فاستحلوا ما حرم الله حتى يعني قطع دابرهم في لحظة لم يكونوا يتوقعونها. إن في ذلك لآيات للمتوسمين. ولذلك الله جل وعلا ذكر في سورة النجم والمؤتفكة أهوى. مؤتفكة هي القرى المؤتفكة التي اتفكت الكذب واستحلت الفواحش. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى، وهي قوله وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. إن في ذلك لآيات للمتوسمين، في إشارة إلى التأمل والتدبر في الأسباب وعواقبها. لابد أن يكون المؤمن هكذا، لا يقدم على الأمور، يكون عنده نظر وعنده تدبر، لأنه قد يهجم على أمر فيكون في هذا الأمر هلاكه. إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم. وإنها لبسبيل مقيم، يعني هذه القرية إنها لبسبيل مقيم بطريق باقية، أبقى الله عز وجل من هذه القرية بعضا من أثارها. وإنها لبسبيل مقيم، يعني هذه المدينة بطريق باق، يشاهد كثير منكم بعضا من أثارها في رحلتهم إلى الشام. ولذلك لما في الصفات يقول الله جل وعلا وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. فكان
يقدمون على هذه القرية. والكلام ده كان خطاب، هو القصة مضت، قوم لوط مضوا منذ زمن كبير، لكن المراد هنا هو عظة كفار قريش وتحذيرهم من أن يسيروا من أن يسلكوا هذه المسالك، وعظة وعبرة للمؤمنين ليزدادوا إيمانا ويزدادوا إصرارا وتمسكا بطاعة الله سبحانه وتعالى، وينفرون أشد النفور ويحذرون أشد الحذر من معصية الله سبحانه وتعالى، لأنهم يرون كيف فعل الله عز وجل بمن تجر عليه وبمن عصاه. وإنا لبسبيل مقيم، يعني بطريق باقية، هذه المدينة قرية سدوم، إن في ذلك لآية للمؤمنين. طبعا لا يكون التوسم إلا ممن من قوم امتلأت قلوبهم بالإيمان، لأن الكافر لا بصيرة له، قلب الكافر قلب مربوط على غلافه. نعم، ولذلك الله جل وعلا يعني بين لهم يعني والذين كفروا يأكلون كما تأكلون أنعام والنار مثوى لهم، هم هؤلاء لا عقول لهم ولا بصيرة لهم. فالتبصر والتأمل، إن في ذلك لآية للمؤمنين. ولقد كان وإن كان أصحاب الأيكة للظالمين، انتقل السياق إلى قصة أخرى، إشارات بقى هنا يعني هنا تفصيل في قصة قوم لوط، لكن هنا يشير لأن هذه قصة وأصحاب الأيكة هم قوم شعيب. نعم، وإن كان أصحاب والأيكة مفرد الأيك، وهي الشجر الملتف، وكانوا أصحاب شجر وزروع وشمار. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين، وظلم هؤلاء مفسر في مواطن أخرى بقطع الطريق، بشركهم بالله سبحانه وتعالى وقطع الطريق وتطفيفهم المكاييل والموازين، ثلاث جرائم: شرك بالله سبحانه وتعالى، وقطع الطريق على الناس، وتطفيف المكاييل والموازين. ولذلك عاقبهم الله جل وعلا في مقابل الثلاثة بثلاث: بالصيحة التي الصوت القاصف من السماء التي قطع الله به نياط قلوبهم، والرجفة الثانية ارتجفت بهم الأرض من شدة الصيحة، والثالث بعذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم، بعذاب يوم الظلة، التي السحابة التي أمطرتهم إيه؟ التي أمطرتهم نارا تلظى. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين، وأصحاب الأيكة هم قوم شعيب. وإن كان قتادة رحمه الله تعالى يقول هم أناس أرسل لهم شعيب مع قومه، فأرسل شعيب إلى أصحاب الأيكة وإلى قومه، فيعتب فقتادة رحمه الله تعالى يرى أن أصحاب الأيكة ليسوا هم يعني قوم شعيب، وإنما هم شعيب أرسل إليهم أيضا، يعني أرسل إلى قومه وأرسل إلى أصحاب الأيكة. ولذلك يقول الله جل وعلا في الشعراء: كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين. لكن جمهور المفسرين وجمهور العلماء يرون أن أصحاب الأيكة هم قوم شعيب، لأن الله لما ذكر عنهم ذكر في الشعراء، ما هنا أصحاب الأيكة مذكورون هنا ومذكورون في الشعراء، فالشعراء: كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم أخوهم إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقصاص المستقيم. إذن هذه القصة هي قصة دين قوم شعيب، لكن هنا ذكرهم هنا: وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين، أصحاب الأيكة هم قوم لأنهم كانوا أصحاب شجر وزروع وثمار. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم، انتقم الله منهم بالصيحة في مقابل الشرك وفي مقابل قطع الطريق وتطفيف المكاييل والموازين، قبلهم الله جل وعلا بثلاث عقوبات: فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. الضمير هنا يعود على من؟ وإنهما يعود إلى قوم لوط وقوم شعيب، لأنهم كانوا قريبين زمانا ومكانا. ولذلك في سورة هود وما قال لهم شعيب: وما قوم لوط منكم ببعيد، ليسوا بعيدين لا زمانا ولا مكانا،
ولذلك يقول الله جل فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين، يعني على طريق واحد. الإمام بيطلق على الطريق، لماذا؟ لأن الناس يأتمونه، يعني يقصدونه، يسيرون عليه. فالطريق يسمى إماما لأنه يؤم ويتبع، يعني يقصد. كما أن الكتاب أيضا يطلق عليه إمام. نعم. فانتقمنا منهم وإنهما، الضمير يعود على قوم شعيب وقوم لوط، وإنهما لبإمام مبين، يعني بطريق واضح لا يختلف على الناس، كما ذكر الله جل وعلا في هود: وما قوم لوط منكم ببعيد. لذلك قال ابن عباس ومجاهد والضحاك: طريق مبين، يعني طريق ظاهر واضح تمرون عليه أنتم وأنتم تسيرون إلى الشام في تجارتكم. لأن مر علينا بأن قوم شعيب كانوا في معان بالأردن، قريب من هذا، فكان هذا قريب من ذاك. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. اللام هنا لام القسم، قسمي، يعني ولقد أرسلنا، ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، يعني التقدير قسمي، قد كذب أصحاب الحجر المرسلين. طب أصحاب الحجر هم من؟ أصحاب الحجر هم قوم ثمود. الحجر في اللغة يطلق على المانح، ولذلك يسمى العقل حجرا. إن في ذلك لقسم لذي حجر، يعني عقل يمنعه من ارتكاب الدناية. وكذلك يطلق الحجر على أصل الحجر المنع، كما في قوله تعالى أيضا: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. مين اللي بيقول، من يقول حجرا محجورا؟ الناس. لأن العرب كانت إذا رأت يعني شيئا تخافه يقولون حجرا محجورا، يعني نحن ممتنعين منكم أو نمتنع منكم. يظنون أن هذا ينفعهم حين يرون الملائكة ويقولون حجرا محجورا على عاداتهم في الدنيا، يعني حراما محرما، لا تقربوا، يعني لا 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 تقتربوا منا بشيء. والمكان الذي يتحجر عليه بالحجارة يسمى حجرا، ومنه حجر مكة، وكذلك حجر هنا ثمود، لأنه كان وادي بين جبال تحيط بهم الحجارة، حجارة الجبال من كل مكان. فهمنا الحجر يعني، وفهمنا استعمالات الحجر في القرآن، وأصل المادة الحجر تدل على المنع. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، هم كذبوا يعني جميع الرسل ولا كذبوا رسولا واحدا وهو نبي الله صالح واحد، لكن التكذيب بنبي واحد يستلزم التكذيب بجميع الرسل. يعني من كذب بنبي واحد، من كفر بنبي واحد كفر بجميع الرسل. فاليهود والنصارى لما كفروا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم كفروا بجميع المرسلين: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. أخرج الله عز وجل لهم ناقة من صخرة صماء يرونها، ويعني قال: هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. يعني كانوا ينحتون في الجبال بيوتا. هذه الديار الآن، المساكن الآن إلى اليوم موجودة، البيوت والمساكن في الجبال، وهذه تسمى بديار صالح. الآن في الطريق بين المدينة وتبوك هذه المكان ديار صالح موجودة الآن، أبقى الله شيئا من آثارهم، فترى الجبال فيها فتحات البيوت ونحو ذلك. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، هم كانوا لا يحتاجون إلى هذه البيوت لأنهم كانوا آمنين، لكن كانوا يفعلون هذا من باب الشر ومن باب البطر ومن باب إظهار القوة. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين. وعذب الله عز وجل ثمود بالصيحة،
فأخذتهم الصيحة مصبحين في الصباح، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، ما كانوا يكسبونه وقوتهم ومساكنهم وزروعهم، ما أغنى عنهم شيئا. وهنا انت تعلم أن الله جل وعلا عذب قوم ثمود بالصيحة فقط، لكن عذب قوم شعيب بثلاث عقوبات، بالصيحة بالصيحة في هود، والرجفة في الأعراف، وعذاب يوم الزرنة كما جاء هي في الشعراء. لكن قوم ثمود عذبهم بشيء واحد، لأن كفر قوم شعيب أعظم من كفر ثمود. ثلاث فعلوا ثلاثا: شرك بالله، قطع طريق، تطفيف المكاييل والموازين. لكن قوم ثمود شرك فقط. فتعلم يعني أن الله جل وعلا حكم عدل سبحانه وتعالى، يعني لا يسوي بين المختلفين حتى لو كانوا كفارا في العقوبات. وحتى في النار لها سبعة أبواب، ليس الجميع على نمط واحد: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وبعد هذا العرض الموجز لهذه القصص، هنا الإشارة هنا إلى قصص وردت مفسرة في مواطن أخرى، لأن المقصود هو العظة والعبرة فقط. يوقفهم الله عز وجل على شيء بعضا من فعالهم وما عاقبهم الله جل وعلا به، لأن المقصود هو عظة القوم. وهنا اتجه سياق القرآن إلى تعميق، إلى دعوة الناس إلى التوحيد بمشاهدة آثار الله عز وجل المبثوثة في الكون: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، كقوله تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقول وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، إلا بالحق معناه أن الله جل وعلا ما خلق هذا الكون عبثا ولا فائدة، بلا يعني بلا فائدة، وإنما خلقه لابتلاء الخلق. الذي خلق السماوات وما خلقنا السماوات وما والأرض وما بينهما، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. إذن العبرة من خلق السماوات والأرض هو ابتلاء الناس. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية، لأنهم كانوا يستبعدون حدوثها. وهنا ولذلك بيّن الله جل وعلا قبلا: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية، لأنهم كانوا يستبعدون حدوثها، كانوا يستبعدون البعث على الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول في الحواميم: نعم، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. اللي خلق السماوات والأرض على عظمتها لا يعجزه البعث، لذلك يقول وإن الساعة لآتية بهذه المؤكدات، الجملة الإسمية وإن واللام اللي داخلة في الخبر والإتيان. فاصفح الصفح الجميل، لا تقابل سفه القوم بالسفه، وإنما قابلهم بالصفح الجميل، الصفح الجميل، الصفح الذي لا تعنيف فيه ولا تأنيب. وقال مجاهد وقتادة وغير واحد من المفسرين أن هذا قبل نزول آية السيف التي نزلت في براءة: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. لكن كان هذا قبل ذلك، نسخ هذه الأوامر: واهجرهم هجرا جميلا، فاصفح الصفحة الجميل، نسخت بعد ذلك بآية السيف: إن ربك هو الخلاق العليم. التأكيد هنا على هذا: إن ربك هو الخلاق العليم، الخلاق الذي خلاق سبحانه وتعالى، يخلق ما يريد سبحانه وتعالى، العليم بما تفرق من أجسادهم في الأرض وبما مزقته الأرض من هذه الأجساد، عليم بها. ولذلك ختم الله عز وجل بهذين الاسمين الكريمين في قول تعالى في يسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي عظامه يوم قوة قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم.
الخلاق يخلق سبحانه وتعالى ما يريد، العليم عليم بما تفرق من أجسادهم. لذلك تختم الآيات التي يثبت فيها البعث بهذين الاسمين الكريمين كما في هذه الصورة وكما في صورة ياسين: إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وهذا في تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وبيان منة الله عز وجل على نبي صلى الله عليه وسلم: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. والمفسرون هنا يفسرون هذه الآية على قولين. القول الأول أن المقصود بالسبع المثاني هم السبع الطوال، وبيقول ابن عمر وابن مسعود ويعني ونص عليه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وكذلك بعض التابعين، المقصود البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال وبراءة، صورة واحدة لأن الموضوع واحد، وذلك لم يذكر بسملة في براءة فهذه السبع الطوال. وهو قول لبعض الصحابة كابن عمر وابن مسعود وابن عباس، وقول لمجاهد وسعيد بن جبير والضحاك وكذلك ابن عباس رضي الله عنه. القول الثاني أن المقصود بالسبع المثاني، وهي سميت مثاني ليه؟ مثاني يعني يثنى بها مرة بعد مرة، يعني تكرر في قراءتها. والقول الثاني أن المقصود بالسبع المثاني هي فاتحة الكتاب. وهذا القول الثاني يقول به أيضا عمر، وهو مروي عن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضا، وبيقول يعني جماعات قتادة وغيره من التابعين. والقول الثاني هو القول الراجح. لماذا؟ لما الإمام البخاري لما أورد هذه الآية فسرها أورد حديثين. الحديث الأول حديث أبي سعيد ابن المعلى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المسجد فكان يصلي فدعاه فأقبل على صلاته، فلما تم صلاته وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما منعك أن تأتيني إذ دعوت؟ قال: يا رسول الله كنت أصلي. قال: أليس الله يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال له: لأعلمنك أعظم سورة في كتاب الله إذا خرجت من المسجد. فلما أراد أن يخرج ذكره أبو سعيد ابن المعلى رضي الله عنه قال: فاتحة الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وهذا هو الحديث الأول الذي أورده البخاري في تفسير هذه الآية. والحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. القرآن العظيم الذي أوتيته. إذن هذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك الإمام البخاري اقتصر على هذين الحديثين عند تفسير هذه الآية. وهذا هو قول الراجح. لماذا؟ لأن القاعدة إذا جاءنا التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم لم نلتفت إلى غيره. وهذا نص في حديث أبي سعيد ابن المعلى، وكذلك في حديث أبي هريرة: أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم. إذن هذا هو إذن قوله تعالى، وهذا هو يا مذهب البخاري رحمه الله تعالى، وهو الراجع في هذه، لأنه لم يأتينا التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل عنه إلى غيره مهما كان قائل بالقول الثاني. وكان الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال هذا: ولا يتعارض هذا مع القول الثاني لأنهم أيضا من السبع المثاني، لأنه يقرأ بها يعني كذلك. ولكن القول الذي هو يعني يتأيد هو ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم. حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال هذا لا، ويدخل في ذلك أيضا السبع الطوال على القول الأول. لكن أيضا هو يعتمد ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عليه: ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. إذن هذا يسمونه من عطف يعني الصفات، هذا من عطف الصفات. نعم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، لأن الله جل وعلا أتاك القرآن فلا تحتاج إلى 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 أن تنظر إلى 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 شيء من زينة القوم. لا تمدن عينيك، نهاه الله تعالى عن ذلك، إلى ما متعنا به أزواجا منهم وفي طه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. ولذلك العلماء يقولون: من أتاه الله القرآن فنظر إلى شيء في أيدي الناس فإنه لم يقدر القرآن حق قدره.
ولذلك قدم الله جل وعلا القرآن ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. إذا أتاك الله القرآن يبقى لا تنظر إلى شيء أمام القرآن لأنه لا يقارن بشيء. ولذلك نهاه لا تمدن عينيك إلى ما متعنا بأزواجا منهم ولا تحزن عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد الحزن على إعراضهم وعلى كفرهم، فنهاه الله تعالى عن ذلك. ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين، يعني ألن جانبك للمؤمنين، ولا تحزن ولا تأس على هؤلاء، وقل إني أنا النذير المبين. وهذا هو دور النبي صلى الله عليه وسلم عليه النذارة، نذارة الناس من عذاب الله سبحانه وتعالى. وقل إني أنا النذير المبين، النذير الواضح بين النذارة، يعني وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين. والمقتسمون هؤلاء هم الذين جعلوا القرآن عضين. عضين يعني تفرقوا فيه. فشمل هذا اليهود والنصارى لأنهم جعلوا القرآن عضين، وإن كان المقصود هنا هو من هو كفار قريش، لأنهم قالوا إيه؟ وقالوا إن هذا إلا إفك افترى وعانوا عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. نعم، إذن وهؤلاء المقتسمون هم الذين حدث منهم إيه؟ القسم على استبعاد البعث والجزاء والحساب، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. وكذلك تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله. كل هؤلاء داخل في المقتسمين اللي هو جماعات الكفار اللي كانت تحارب الله سبحانه وتعالى وتحارب دينه. نعم. وكذلك في سورة إبراهيم أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. إذن كل هؤلاء داخلين في جماعتي. وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين، على الأمم التي كانت قبلك وكانوا يقسمون على استبعاد البعث والجزاء والحساب. نعم. الذين جعلوا القرآن عضين، وهذه وكذلك مشركوا قومك الذين جعلوا القرآن عضين تفرقوا فيه بين سحر وكهانة وأساطير الأولين وإفك افتراء ونحو ذلك. فوربك لنسألنهم أجمعين، وإذا يتهددهم الله جل وعلا فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وهذه الآية يعني البخاري رحمه الله تعالى بيورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. طبعا ابن عباس لما فسر الآية الذين جعلوا القرآن يعني عضين عند البخاري فقال هم أهل الكتاب جزأوه أجزاء، أمنوا ببعض وكفروا ببعض. تفسير ابن عباس هنا من باب التفسير بإيه؟ بماذا؟ بالمثال. يعني لا يقصد ابن عباس انحصار الآية في أهل الكتاب، وإنما هذا يعدونه من التفسير بالمثال. فالذي رواه البخاري عن ابن عباس الذين جعلوا القرآن عضين أنهم أهل الكتاب لا يقصد بذلك انحصار الآية هنا، لأن الذين جعلوا القرآن عضين يشمل أيضا غيرهم من مشركي قريش ممن تفرقوا في هذا الكتاب. وعضين يعني جعلوا كالعضة، يعني شيئا متفرقا، يعني قطعوه أجزاء. الذين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ويعني كذلك عن ابن عباس رضي الله عنه يعني عما كانوا يعملون أو عند عبد الرزاق من عن مجاهد عن لا إله إلا الله، يعني سيسألهم عن التوحيد. وهذه كما ذكر الله في القصص، نعم، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. إذا يقسم الله جل وعلا فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، أي عن كلمة التوحيد وعن إجابتهم المرسلين. وقال علي ابن أبي طلحة لابن عباس فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، ثم قال فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. قال لا، يعني هنا يعني لعل هنا يكون هناك تعاوض. قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، وفي سورة الرحمن فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فلذلك ابن عباس جمع
فسر الآيتين قال هو لا يسألهم ماذا عملتم لأنه أعلم بما عملوا، وإنما يسألهم لماذا عملتم. إذن قوله هنا فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، لماذا فعلتم هذه الأشياء، لكن لا يسألهم عن أعمالهم عملتم ماذا لأنه يعلم. ولذلك في سورة الرحمن فيومئذ لا يسأل عن ذنبي إنس ولا جن، صحيح هو لن يسألهم يعني ما الذي فعلتموه، لا وإنما يسألهم لماذا عملتم هذا. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه حبر القرآن جمع بين الآيتين بأن السؤال ليس عن يعني عن عملهم، وإنما يسأل لماذا عملتم كذا، لما عملتم كذا وكذا، لأنه أعلم بذلك منهم سبحانه وتعالى. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فاصدع يعني، وهذا أمر بالجهر بالدعوة. بعد 3 سنوات ونيف قضاها النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم وكان الدعوة سرا، فهذه بداية الجهر بالدعوة. فاصدع بما تؤمر، فاصدع بما تؤمر أي دعوتك ستصدعهم إلى صدعين، قسم منهم سيؤمن بالله سبحانه وتعالى وقسم منهم سيستمر على الكفر. لذلك قال فاصدع بما تؤمر. ولذلك أعرابي لما سمع هذه الآية سجد له وقال أشهد أنه لا يقول هذا بشر. الكلمة يعني كلامك لهم سوف يصدعهم، دعوتك إياهم سوف تصدع بنيانهم، سوف فيسيرون صدعين، مؤمنين بك وكفار بك. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، أعرض عن أذاهم وعن يعني إعراضهم وعن مجادلتهم، وأعرض عن المشركين إن كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لا تجد مستهزئا إلا هو ممن لا يؤمن بالله، إلا ممن يجعل مع الله إلها آخر، لا يستهزئ بالنبي ولا بالشرع المنزل من السماء إلا ممن يجعل مع الله إلها آخر. إن كفيناك المستهزئين ما استهزأ أحد بالنبي صلى الله عليه وسلم قديما وحديثا إلا قتله الله. سبحان الله، ما استهزأ أحد بالرسول صلى الله عليه وسلم إلا قتله الله سبحانه وتعالى. حتى كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا إذا حصوا حصنا حصون الكفار إن سمعوهم يقعون في النبي صلى الله عليه وسلم استبشروا بالفتح، وكان الله مجرد أنهم يقعوا في النبي صلى الله عليه يبدأ الفتح. إنك فيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فلا يستهزئ إلا ممن يجعل مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. وعيد وشديد وعيد وتهديد لهم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. الأخوة التي كانت تقال له أساطير الأولين والإفك والكهانة وإعراضهم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك، والكلام ده متكرر بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. أرشده الله عز وجل إلى شيء يعينه على هذا الضيق، كما قال جل وعلا ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة امتثالا هنا. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فالصلاة ملاذ عند الكروب وعند اشتداد المحن وعند هجوم الأمور الشديدة، الصلاة ملاذ حيثما هجمت عليك أمور وأهمتك صلي، فالصلاة ملاذ. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هنا في واليقين في قول جمهور المفسرين أن اليقين هو الموت، هو اليقين هو الموت طبعا. لذلك يستدل بهذه الآية الكريمة كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أن الصلاة تجب على الإنسان ما دام عقله إيه؟ ما دام عقله ثابتا، فيصلي على حسب حاله كما ثبت في حديث عمران بن الحسين عند البخاري صلى قيمة فلا يستطع فقاعدا فلا يستطع فعلى جنب. الصوفية
يعتبرون ان يعني او هم الملاحده، قوم من الملاحده، يقول يعتبر ان اليقين دي هي ايه، هو هي المعرفه. فلما يصل الى المعرفه، لما يصل الى المعرفه خرج ايه، يبقى وصل الى خرج عن حدود التكليف. لا مش هيصلي، بيصلي خلاص وصل، خلاص وصل، يصلي ولا يصوم ولا مع الناس، بعد الناس دي لم تصل بعد، هو وصل ولكن الى سقط. فيعتبرون ان اليقين هنا، شوف التحريف الذي يترتب عليه مفاسد عظيمه جدا، التحريف هنا. واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، خلاص اذا جاء اليقين عنده خلاص انا وصلت والله لليقين، فيرتكب ما حرم الله سبحانه وتعالى، هؤلاء قوم من الملاحده. نعم، لكن اليقين هنا هو الموت، استمر على العباده ما دام ما دمت في هذه الحياه. اخر هذه الصوره، الحمد لله رب العالمين، وتاتي باذن الله جل وعلا صوره يعني تفسير، يعني تاتي بعد باذن الله تعالى صوره النحل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نعم. هل يقال ان ده من عظم المعاني مع القصر؟ ما هو يعني قد يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال هي السبع المثاني والقران العظيم الذي اوتيته. نعم، فهذه لانها تقرا، لان القران ايضا هو قرأ يقرا قراءه وقرانا، فهذا من باب انها تقرا بها قراءات عظيمه، وكذلك من المثاني التي يثنى بها في كل ركعه فيها، يعني فلذلك هي توصف بهذا بانها من المثاني، وتوصف بانها من يعني من القران العظيم. نعم. نعم. وهذا من الصفات، هذا من عطف الصفات، وليس من يعني هذه الصفات للفاتحه، فهي من القران العظيم الذي اتاه الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم.